خير ازي حضرتك يا فندم، والنضاره الجديده شيك يعني، فحضرتك يعني ربنا يخليك يا دكتور. اسامه ازيك يا استاذ اسامه؟ ازيك يا عمر، عامل ايه يا حبيبي؟ انت جاي تعاكس خالد بقى، ده انت موضوع بقى ما ينفعش. لا لا والله انا كنت بعاكسه قبليك يعني. والله انا لابس النضاره عشان الكاميرات بتاعه الاستاد ما تعرفنيش. وساعات حضرتك شيك برضه يعني، اللي حاططها قدامنا دلوقتي كده. دكتور اشرف، التلفيات قدرت بكام؟ هو بس انا فضل. طبعا بعتز جدا ببرنامج حضرتك استاذ خالد، وكلنا في المجال الرياضي بنتابع صدوق ان حضرتك متجدد دايما، او برنامجك متجدد على الحدث الرياضي. اتفضل. بس طبعا انا بعتقد ان انا بحاول اكون محترف في عملي، بتكلم على ما يخص فقط استاد القاهره. هو بس في يمكن تعليق ان هو عمليه ان استاد القاهره ما فيش فيه كاميرات، لا، كل ما تتخيله من عوامل اداريه هيئه استاد القاهره عملتها، سواء الاتفاقات من قبل ما نفكر ان في دوري، عقود ومتابعات مع الانديه، ايه الادوار اللي موجوده والمسؤوليات للانديه في حاله تنظيم مباراه، وايه ادوارنا احنا مكان بنجهزه بكل كوبايت بكل تجهيزاته. الناس هو الجهه المنظمه وعلقة عليها كافه المسؤوليات في عمليات التنظيم ده بس. اولا طب هل في كاميرات يعني؟ في كاميرات، وبرضه عشان تبقى عارف حضرتك غرفه المراقبه مش اصرينا لكن بالاتفاق موجود عنصر من الامن، موجود عنصر من النادي المنظم، موجود عنصر من الفنيين والامن الداخلي في غرفه المراقبه. يعني في حاجات كتير اتصورت يا دكتور اشرف؟ يا فندم الصور كمان مش محتاج تصوير، حضرتك دلوقتي عارض قدامك اهو. الدنيا كلها وسائل الاتصالات غير اللي اتصور وغير اللي اتسجل، وسائل الاتصال كمان موجوده. فمفيش تقصير خالص من ناحيه المكان اللي بنديره اهي استاد القاهره، زي ما حضرتك شايف البوابات اللي موجوده اللي. طب معلش دكتور اشرف، دكتور اشرف، هل في الدرجه الثالثه اللي هي الثالثه شمال دي، هل في كاميرات؟ في كل الاستاد في كاميرات لغايه وانت جاي من بره من الشوارع الخارجيه، باب البحري مدخل للدخول في كاميرات سواء وهي داخله. وكلها كانت شغاله في ماتش الصفاقسي يا فندم؟ شغاله مش ده في اللي هو كود اوف كوندكت في الاداره، كود اوف كوندكت يعني اسلوب العمل المماثل، يعني هو اجراءات بتتم في اي ماتش مش عشان تحسبها لماتش. طب يعني معنى كده ان ممكن كاميرات تبين وشوش؟ يا فندم موجوده وبتبين الوشوش وكل حاجه موجوده. يعني الامن لو عايز هياخدها؟ موجود اساسا يعني موجود غرفه الرقابه، موجود فيها الاطراف اللي قلت لحضرتك عليها. ومش بس كده، ده احنا كمان بنعمل تطوير اعلى بكتير كمان في الفتره اللي جايه على الكاميرات اللي موجوده، لكن موجوده مفيش حاجه ناقصه. ارتفاع الاسوار اللي حضرتك شايفه موجود وعاملينه بشكل بومبي، بحيث حتى اللي يقعد تحت على الكرسي مفيش حاجه تحدف عليه. طب يعني دكتور اشرف، التلفيات في الدرجه الثالثه دي تكلف قد ايه؟ لا احنا عملنا حصر مبدئي، والحصر المبدئي يعني بالنسبه لينا حددنا في نفس ليله المباراه، لكن النهارده بالفعل كان في لجنه جت من النادي الاهلي ولجنه من هيئه استاد القاهره. في اكمال عمل بكره علشان يبقى في تحديد دقيق سواء رقمي بالمال او بما تم من تلفيات داخل الاستاد وخارج نطاق الاستاد الكوره في نطاق الاستاد، يعني سواء غرف الامن، المكاتب الاداريه، كل ما تم اتلافه. احنا كمان يعني بعتنا يعني اللي تم اتلافه مش فقط الكراسي. لا 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 لا، في المحيط الخارجي من مداخل الاستاد الخارجيه حتى منطقه الاستاد. وده احنا كهيئه استاد القاهره يعني من ليله المباراه وتاني يوم بالفعل احنا شكلنا لجان، والنهارده تحديدا جه لجنه من النادي الاهلي، وفي زي متابعه لجنتين العمل مشترك من الاثنين، بحيث ان لو في النادي الاهلي ليه وجهه نظر على الوضع اللي احنا عملناه، لكن في الاخر دي طيب الاستاد قيمناها بشكل. دكتور اشرف، مجموعه الالتراس دي دخلت، انا عارف ان هم جم قبليها بيوم عايزين يعملوا الدخله، يتمرنوا على الدخله جوه. هل المجموعه دي جت 6 الصبح، جت قبلها بيوم، دخلت الاستاد وانتوا وافقتوا؟ هل دخلت قبل الساعه 10 الصبح؟ الامن مستلم يا فندم من بالليل مساء الاستاد مع منظمين النادي الاهلي بدري جدا كانوا موجودين، مع تنسيق يمكن في كل الاطراف بما فيها رابطه المشجعين مع الامن مع النادي الاهلي. ماشي يا دكتور عاشور، انا عايز اعرف بس اوصل، حد دخلوا بالليل ولا دخلوا الصبح؟ الامن مستلم، الامن موجود من بالليل على البوابات كلها. يعني دخلوا ولا ما دخلوش؟ الامن بقول لحضرتك الامن الشرطه. طب اتدربوا ولا ما اتدربوش؟ يعني انت شفت ايه؟ لا طيب. من الاخر يا دكتور اشرف، دخلوا عملوا الدخله بتاعتهم في الاستاد جوه ولا ما دخلوش؟ لا 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 ما دخلوش. ما دخلوش؟ طب جم 6 الصبح 7 الصبح؟
مفيش حاجه الصبح، لان بقول لحضرتك الامن استلم بالليل. ما هو الامن بيستلم بالليل وبيخشوا برضه. لا 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 لا. طيب هسال سؤال، يعني 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 هم دخلوا في المواعيد المحدده اللي هي واحدة الظهر؟ اه طبعا، اللي هي المواعيد المحدده بالاتفاق مع اداره النادي الاهلي. وكمان بقول لحضرتك الاهلي استلم شغله بقى الفني او العمل المنظمين والمصريين. طيب هسالك سؤال، لو انا عندي دلوقتي 30,000 مشجع ب 30,000 تذكره، لو مجموع 5-6,000 دخلوا ببلاش، ده بيبقى مسؤوليه امن الاهلي؟ اه طبعا، هم اللي واقفين على البوابات. لا، الاداره التنظيميه كلها لاي نادي بيستخدم المباريات بكل مسؤوليه تنظيميه. يعني من الاخر كده، لو اداره الامن بتاعت النادي الاهلي شافوا الالترا لهم خشوا ببلاش، هيخشوا ببلاش. دي مش بتاعتنا، ما تخشش. مش بتاعت الاستقبال ولا بتاعت الاستاد ولا بتاعت وزاره الداخليه. بص حضرتك، ولا يعني اي نادي او مؤسسه بتستخدم هيئه استاد القاهره، سواء الزمالك او الاهلي او حتى المنتخب، لما بيكون بيجي المنظمين وهم المسؤولين عن عمليات الدخول والخروج. احنا هيئه استاد القاهره الكونسبت او التصور بتاعنا حمايه منشاتنا وتجهيزها. تمام، حمايه منشاتنا وتجهيزها. الماتش بكره يعني ماشي دكتور اشرف، الماتش بكره بتاع الزمالك اتنقل للمقاولين العرب، ده بسبب عدم صلاحيه الاستاد ولا عشان خاطر النيابه والامن واللجان اللي انت حضرتك بتقول عليهم، فتم تحويل المباراه للمقاولين؟ احنا لسه في مرحله حضرتك اللي هي ما بعد ما تم، يعني في اجهزه سواء امنيه او النيابه زائد ان لازم بعض الاوضاع لازم تكون موجوده، يعني يا دوبك اللي احنا نظفناه التراك، وحفاظا على الارض الملعب النجيله والخضراء بتغطيتها بصيانتها، لان دي لا تقص لحظه بالنسبه لينا. طيب دكتور اشرف، اتفضل دكتور اشرف، هتستقبل مباراه للاهلي تاني بجمهور؟ والله يعني ده سابق لاوانه، لغايه لما بس نشوف ايه النتيجه اللي نوصل اليها. وزي ما قلت لحضرتك ان الاستاد ده منشاه قوميه، يعني حفاظ عليه مسؤوليه كل شخص وكل مواطن. تمام، هسالك سؤال تاني، ماتش مش ناويين ان احنا ما نخافش على استادنا، لا احنا نخاف عليه جدا، ولو ادى الى ان احنا ممكن في الوقت الحالي ان احنا ما نقدرش نستخدم لغايه لما نضمن او يبقى ضماناتنا الكافيه الحفاظ على الهيئه هنعمل ده. طيب هل ماتش انجولا اللي جاي مثلا بتاع الزمالك ده مش في الاستاد القاهره؟ احنا ما نقدرش نقول دلوقتي لغايه لما تطلع بس النتائج، ونقدر نظبط ايه في شكل العام للكراسي اللي مكسوره ديت واللي موجود وبعدين نقول يعني. شكرا دكتور اشرف صبحي، رئيس هيئه استاد القاهره. سام، هو طبعا محافظ ومش عايز يقول اذا كانت الكاميرات رصدت بشكل شخصي الناس، لان دي اهم حاجه ان الكاميرات هو قال لك في كل حاجه موجوده، يعني المنظر الجنرال اللي هو كان بيتكلم عليه ان ما هو موجود وفي كاميرات والاعلام كان بيصور، ده ما هو كلام مش يعني ما تقدرش تجيب منه، انما بتلاقي في اوروبا جاي بشكله ومقرب وفي كاميرا اللي هو